زيارة البابا فرانسيس تعني الكثير ليس لنا نحن المسيحيين فقط ولكن العراقيين أجمع. العالم وبالعراق بالأخص يترقب هذه الزيارة الميمونة التي تحمل في طياتها معاني الرجاء والمحبة والسلام والتواضع. زيارة البابا هي علامة خير وبركة ونعمة تجينا من أبونا اللي يبين محبته إلنا واللي يعكس أنه الكنيسة ما تنسانا بأنه دائما يفكر بينا ويريد أن يوحسينا في صعوباتنا ويشجعنا حتى نحن نستمر على إعطاء الشهادة المسيحية لمنطقتنا. للمسيحية هنا في العراق هي منذ القرون الأولى، فلا بد أن المسيحية تبقى تستمر حتى شهادة المسيح لا تضيع ولا تنقص. نتمنى من زيارة البابا أنه يشوف لنا حل للمسيحيين الموجودين بهذه الأرض. أكيد بعد أحداث 2014 وما وضحنا أكيد هواية مسيحيين من المنطقة هاجروا إلى بلدان أخرى، تركوا بيوتهم، تركوا أراضيهم، تركوا كل شيء يخصهم هنا وفي سبيل أنه يعيشون بأمان. نتمنى أن تكون زيارة البابا زيارة ذو استراتيجيات على مستوى تغيير الواقع، على مستوى تغيير البنى التحتية، تغيير من أفكار الحكومة العراقية نحو التجدد، نحو البناء، نحو الإعمار. سوف يحصل تفتح على الأديان بأننا نحن وإخوتنا المسلمين يدا بيد من أجل بناء العراق من جديد بعد أن تم تدميره من قبل عناصر الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون. بفرح كبير استقبلنا خبر زيارة قداسة البابا فرانسيس إلى أرض السلام العراق. هذه الزيارة التاريخية والتي تمثل وسوف تحقق من الإيجابيات الكثير لنقل رسالة سلام إلى الشعب العراقي ورسالة طمأنينة ورسالة سعادة، كلها سنجده أيام من 5 آذار إلى 8 منه، والتي ستكون بدءا من بغداد والنجف والناصرية وأربيل والموصل وبلدتنا العزيزة بغداد. كلنا ننتظر بفرح كبير قدوم قداسته وكلنا أمل في وطن السلام أن نحقق فيه السلام. راديو الغد، وطن يمتد.